السلام عليكم ورحمة الله. أنا حسين الخياط، أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر جامعة أسيوط. أهلا بيكم، أهلا بصفحة اتحاد الطلاب. معاكم النهاردة، بس أحب أجاوب على بعض الأسئلة فيما يخص التطعيم لفيروس كورونا. آخد الفاكسين ولا ماخدش؟ ناخد الفاكسين. ليه محتاجين ناخد الفاكسين؟ لأن إحنا خلال السنة اللي فاتت اتكونت قدامنا رؤية واضحة للوضع اللي موجود في بلاد كتيرة، عملت لوك داون، عملت حظر، ووقفت، واحنا وقفنا فترة، لكن واضح جدا ان هو بعد ما الحظر ده بيروح والناس بترجع لطبيعة الحياة بيبتدي يرجع تاني معدل الإصابة عالي. الحاجة الوحيدة اللي قللت معدلات الإصابة ومعدلات التواجد في المستشفى والتنفس الصناعي كان ان احنا ناخد التطعيم. هيفيدنا في ايه لو اخدنا؟ معظم التطعيمات ايا كانت درجه الكفاءه بتاعتها فهي مش الغرض الاساسي بتاعها ان انا باخدها عشان ما اخدش عدوى. هو ممكن اخد التطعيم ويحصل عدوى، امال انا باخدها ليه؟ انا باخدها بالاساس عشان تقلل الاعراض الشديده الخطيره، تقلل احتياجي ان انا ادخل المستشفى، تقلل احتياجي ان انا اتحط على جهاز تنفس صناعي. وده الحاجه اللي هي اللي احنا بالاساس بناخد التطعيم عشان. ايه الاعراض الجانبيه؟ طبعا هو مفيش حاجه ملهاش عرض جانبي، يعني اي حاجه ولو حتى الحاجات الطبيعيه، لو حضرتك في بعض الاكلات لو زودت منها شويه ممكن تحس ان في عندك شويه تعب، شويه مغص، فشيء طبيعي ان اي حاجه هتزيد وده لو هي حاجه طبيعيه خالص هيبقى ليها بعض الاعراض الجانبيه. فزي اي حاجه التطعيم ده ليه بعض الاعراض الجانبيه. طبعا معظم الحاجات او معظم الناس اللي بيحصل عندهم الم في الدراع او في المكان اللي هو بياخد فيه التطعيم، ممكن درجة الحرارة بتاعته تعلى من نص الدرجة، وممكن يحس بشوية حمدان. في بعض الناس بتجيلها أعراض عاملة زي الأعراض بتاعت الفيروس، لكن ده مش معناه إن هو خد العدوى، لأن الفيروس نفسه التطعيم نفسه ما يقدرش ينقلك العدوى. الأعراض الخطيرة أو اللي الناس بتخاف منها اللي هي الموضوع الجلطات أو اللي هم بيسموه الفيبت، فاكسين انديوسد ثرومبوسايتوبينيا، وده بيحصل في عدد قليل جدا، يكاد يكون حوالي 2 ل 3 من كل مليون واحد بياخد تطعيم. طبعا مش حاجه كويسه لو لا قدر الله حد فينا حصل له القصه دي، لكن الفكره ان ده المعدل اللي ممكن يحصل لو حضرتك اخذت التطعيم، في حين ان لو في مليون واحد اخذوا العدوى بتاعت الكورونا في نسبه كبيره منهم هيحصل لهم تدلطات. فاحنا بنقيس الفايده قدام المخاطره، فبيبقى الفايده اعلى بكتير، فعشان كده احنا بننصح بهذا النقطه. أسترا ولا الصيني؟ في طبعا كل الناس ليهم بعض التفضيلات عن بعض، يعني في ناس شايفه ان احسن حاجه الفايزر عشان ده حاجه عاملاها حاجه امريكي وحاجه كويسه، في ناس تانية شايفه ان ده ولا مش كويس لان ده معمول من ام ار ان اي وممكن ياثر في الدي ان اي والتركيب الحمض النووي بتاعي. طبعا الكلام ده سبب ان هو كلام مش مظبوط، لكن في ناس عندها هذا الفكر. نفس الكلام بالنسبه لمثلا الصيني، في ناس كتير شايفه ان هو اكثر امانا واقل اعراضا لان هو من انواع التطعيمات اللي احنا متعودين عليها او طريقه قديمه في التطعيمات زي التطعيم بتاع شلل الاطفال. فايا كان، لكن هي النصيحه، فهو المهم حتى لو كان في فروق ما بين كل تطعيم والتاني في درجه الفعاليه في منع العدوى، لكن كلهم بيتساووا في ان هم بيمنعوا عنك الاعراض الخطيره والاحتياج للاكسجين والاحتياج لدخول المستشفى، وهي دي النقطه المهمه. النقطه اللي برضو احب الفت انتباهك ليها ان دايما حاول تاخد التطعيم المتاح، لان احنا مش عارفين كميه التطعيمات اللي هتبقى موجوده هتغطي قد ايه. العدد بتاع السكان كبير وقدرة وطاقة المصانع اللي هي تصنع التطعيمات دي ما تناسبش مع عدد الناس اللي محتاجين نطعمهم. فكل من له فرصة من دلوقتي ان هو ياخد اي من التطعيمات ياخدها. سؤال كويس خالص، لو انا اتصبت بكورونا ايه اللي يخليني اخد التطعيم؟ الواضح برضه خلال السنة أو السنة ونص اللي فاتوا إن إحنا في ناس كتيرة اتصابت مرتين ثلاثة، وإن ساعات كتيرة الإصابات اللي في المرات اللي بعد كده بتبقى أقوى، وده راجع لنتيجة نشاط الفيروس نفسه وبعض التحولات أو السلالات أو الميوتيشنز اللي بتحصل فيه. فنتيجة لكده النصيحة دايماً إن أنت لو
تعافيت من كورونا، اي خدت اصابه وتعافيت، خد التطعيم. التوصيات قبل كده كانت بتتكلم في ان احنا يبقى ما بين الاصابه وما بين ان احنا ناخد التطعيم 3 شهور، وحاليا معظم التوصيات بتقول ان احنا ما بين الاصابه ما بين التعافي او اصابه وما بين ان انا اخد التطعيم يكون عدى 28 يوم. هعرف منين ان كان عندي كورونا ولا لا، وهل لو انا مخالط اروح اخد التطعيم ولا لا؟ لو حضرتك عندك اعراض واضحه فانت كده خلاص انت المفروض انت تروح تكشف عشان تشخص لو ده مظبوط وتاخد العلاج المظبوط، ومش هناخد دلوقتي لقاح. لكن لو انت ما عندكش اي اعراض خلال اخر يومين او 3 ايام قبل ميعاد التطعيم بتاعك، فممكن حضرتك تروح تاخد التطعيم على طول. مش محتاجين ان احنا نعمل تحاليل، لان هو معظم الناس اللي اتطعمت بره مفيش حد فيهم عمل تحاليل عشان ياخد التطعيم. ومش محتاجين ان احنا ناخد اي ادويه احتياطيا، يعني الناس بيقولوا ان احنا ناخد ادويه سيوله قبل ما ناخد التطعيم، الكلام ده برده مش مظبوط، لان برده جزء كبير من المشاكل بتاعه التجلطات بتحصل نتيجه نقص في عدد الصفائح. فبالتالي لو احنا خدنا ادويه سيوله ومع وحصل المشكله دي قد تؤدي الى نتائج مش كويسه. فمعظم التوصيات ان حضرتك تاخد التطعيم، بتريح بقيه اليوم اللي هتاخد فيه التطعيم، تشرب سوائل كتيره عشان تساعد ان ميبقاش فيه مشكله كبيره عندك. بس لو لا قدر الله حصل وظهر اعراض، حضرتك ترجع للمستشفى عشان تشوف ايه الحاجات اللي احنا محتاجين نعملها، تحاليل، ايه الاجراء والادويه اللي انت محتاج تاخدها. شكرا ليكم جدا، ولو في اي استفسارات اهلا بيكم في اي وقت.